جماعة فينا واحدة فلسطينية بصرمة جدا، يعني بتجيب صور مصريين وبتنسبهم لبلدها أو بلد تانية، المهم بتطلعهم اللي هم مصريين مش بيور يعني، وكمان بتشتم فينا. يعني هنشوف، يعني هندخل ماشي، دي حاجة خرا. ونشوف الكومنتس، جمال من الأم. تمام، يمكن ده مش شاتمين فيه قوي. هنا دي اصلا يا جماعة اصلا يعني مصرية، تمام، بس هي كانت قاعدة في المغرب وكده، وانا عندي الانستجرام بتاعها وعارفة الكلام ده. لكن هي ازاي بقى، هي بتقول ميكس مصرية مغربية، الاب مصري من ام مغربية من ام فلسطينية، المهم اي حاجة وتطلع اللي هي يعني مش مصرية بيور. يا بختها بالايه كنافة الفلسطينية، وربنا نجاك من الفسيخة. ويا بخت أبوها بالمغرب، الأب هرب والابن هرب. ما شاء الله على بنت المغربية، ماما فلسطينية. دول عاملين حملة شرسة ضد المغربيات. ابعد عن الزوجة المصرية وانت تفلح. مش عارفه ايه الهاكس اللي هما فيه ده. يعني احنا نشوف بقى جمال الفلسطينيات دلوقتي. ميكس مصري. Hey yo, mix girl check. يخرب بيتكم يا كلبات مصر، والله انت اللي كلبة انت وبلدك يا جماعة. ودي أصلا فنانة مصرية، جميلة الفن المصري، حلم الشباب، الفنانة شريهان سيف النص من أم فلسطينية. ايه الهبل ده، الفلسطينيات والشاميات أمهات المصريين والمصريات، تحسين نسل المصريين. يا بنت تتحسنوا مسلمين، ايه ده؟ قال ايش، قال امها مش فلسطينية، امها فلسطينية غصب عنكم يا شلقات مصر، وطلع جميلة الامها الفلسطينية. يلا وعن نسب مصريات في الجيش الاسرائيلي. يا بنتي انتي، طب يا جماعة نشوف جمال الفلسطينيات. الفلسطينيات كده على بعضنا، ومدام قلبنا كده على بعضنا،